لا انت متأكد ان محدش يعرف موضوع الفلوس ده خالص؟ مفيش غير الشيخ زياد. طيب تعالى معايا عشان نعمل محضر. والفلوس ده شقى عمري كله. قول يا رب. هو في ايه؟ مين اللي سرقنا؟ ومين عارف ان ابويا عنده فلوس البيت؟ وانا مالي يا اختي؟ ما تسألي ابوكي، هو اللي داير عمال يقول لكل الناس انه معاه ومكنز، واحنا اللي عايشين معاه ما نعرفش عنه حاجه. لا وايه؟ مخلينا نلحس البلاط وناكل الزلط. لما هو معاه فلوس مقروطها علينا ليه؟ قافش علينا ليه؟ انت عارفه لو كان بحبحها علينا شويه كان ربنا بحبحها عليه. لكن اقول ايه؟ يستاهل احسن عشان هو عايشنا في الغم والام. روح يا خليل، الهي ما توعى ولا تستوعى. انا اسف يا شيخ زياد، بس ده اجراء روتيني، وانت الوحيد اللي كنت عارف ان خليل معاه فلوس في البيت. والله والله يا شيخ زياد انا ما اتهمتك ولا قلت عليك كلمه، وربنا شاهد حتى اسال حضره الضابط. فعلا هو رفض ان احنا نستدعيك، بس زي ما قلت لك ده اجراء روتيني. خليل هقول لك على حاجه بس عايزك تتاكد منها بنفسك. موضوع الفلوس ده ما خرجش بره اهل بيتك. معلش لو كنت بقول لك حاجه زي كده، بس انا متاكد من الكلام ده. انا ممكن اكمل الاجراءات عادي، بس شايف انكم تحلوا الموضوع ودي بينكم وبين بعض احسن. وايه اللي خلى حضرتك تقول كده؟ شوف، محدش يعرف موضوع الفلوس ده بره اهل بيتك غير الشيخ زياد، والشقه مفتوحه بمفتاحها. الاهم بقى، في علبه صغيره في الدولاب موجود فيها فرده حلق ذهب. يعني اللي سرق الفلوس ما قدرش يسرق فرده حلق الذهب دي؟ اه، فرده الحلق بتاعت مراتي. الفردة التانية وديتها تتصلح. معاك حق، معاك حق. انت ايه حكايتك بقى؟ حكايتي ايه بس يا نون؟ مالك داخلة قفش عليا كده؟ مالك انت ومال البت اللي ما تتسمى اللي اسمها تميمة؟ تموت تتحرق بجاز وسخ، انت مالك؟ لا انت عايز الرجالة تحط له عليا ايه؟ مش راجل؟ يبقى كل شباب الحتة واقفين وقفة رجالة، وانا اللي ازوغ ينفع؟ ومالك يا اخويا محروق عليها قوي كده؟ طب بقول لك ايه؟ احنا نأجل الكلام في الحكايه ديت عشان عندي مشوار. مشوار ايه بقى ان شاء الله؟ شغل. شغل؟ ومن امتى تشتغل يا اخوي؟ من امبارح. طب ايدك بقى على الفلوس اللي عليك. اه بقى قولي لي كده يعني. انت بقى بتعايريني بالكام مرتوش اللي اديتهم لي؟ اه انا قلت كده. بس لعلمك بقى انا كل اللي عملته ده عشان اعرف هتعملي ايه؟ اختبار يعني. اختبار؟ اه مش واحد لما يكون حاطط عينه على واحده يحطها تحت العين كده. يراقبها لحد ما يعرف هي كويسه ولا اكسكيوز مي. ما هو انت بس اللي بتعصبني يا حسن. طب بقول لك ايه؟ انا اروح المشوار ده كده في السريع، اخلص المصلحه واجي لك هوا يا عسل. ماشي يا لولو؟ اوعي تنامي، راجع لك. ها؟ ماشي يلا. باي باي يا عسل. السلع السلع. ايش عليك يا جابر يا مدورها؟ وايه الكركبه دي كلها؟ في ايه؟ طب بتدور على ايه وانا اجيبهولك؟ طب قول لي عايز ايه؟ طب عايز حاجه من الثلاجه اعملها لك؟ في ايه؟ ايوه في ايه؟ Thank you.
ايوه اتجننت يا كريمه، اتجننت يا كريمه. بتسرقيني؟ خلاص عرفتني في عشتي، وكل ما اقولها ربنا هيكرمني ويديني. مفيش فايده فيكي. ايه تسرقي القرشين اللي حيلتنا عشان البنت الغلبانه اللي كنت ناوي اعمل بيهم حاجه؟ خلاص بقى عرفتني في عشتي. اطلعي بره يا بنت الكلب، اطلعي بره، اطلعي بره. اللي زيك اللي زيك مش عايش معايا. انت طالع يا سلام ليه يقضي كمان؟ خلاص بتطلعني يا خليل. ايوه بتطلعني. ايوه اطلعي بره. خلاص اطلعي بره. خلاص انت طالع طالع. كفو عليكي. لا كفو عليكي، انا اللي استحملتك السنين دي كلها. استحملتك ليه؟ عشان خاطر البنت الغلبانه دي. عمري ما حسيت بيا. أنا جعان ولا عطشان، مبسوط ولا زعلان؟ اطلعي بره بره.